ولاتيك وكونترولي هذا كان بلاديتون الاتصال الانفورماتيك معروفين كيفاش اكزاكت علاش باش هذا العدد مليح الجديد يطولوا له ونوضع نوعيه ثانيه حتى الناس اللي يستعملوه لازم يكونوا على بالنا بهم شكون شكون يدخل شكون يخرج وكتاش يدخل وكتاش يخرج القاعه لازم تكون كونترولي داكور سي الحرمي راسك هذا هنا راك عندك طاقه على العلم نعم عندك نافذه على العلم تشوف الشيء المليح وتشوف الشيء اللي مش مليح دونك فو فير اتونسيون يا بوكو دو بيراتري بوكو دانتروزيون كاين مشاكل نعطيناكم كل الاليات اللي تجينا من الحكومه جينا من السيد الوزير الاول جينا من جهات امنيه اخرى اللي لازم تقيد بها باش يكون الامن السيبرياني والمعلومات فات لي صال هذو على قد ما مفيدين وكذا على قد لو كما نعرفوش كيف نحميهم ونأطروهم تولي مشكله تولي بؤره ما نهضرش على هذا على كل شيء الولايه تاعكم على كل لي صال انفورماتيك في الوطن في المؤسسات لا هي دائما مؤطره من طرف الاساتذه إن لم يكن مختصا فيكون قريب إلى الاختصاص. شوف مختص شوف مختص مش مختص تعليمات واضحة المناشير واضحة. نعم. اللي تعطيه مسؤولية قاعة كما هكا يكون هذيك المناشير كل يعرفها. كل الآليات عندكم المكلف بالرقمنة في المديرية. كاين مديرية الأنظمة المعلوماتية في الوزارة. نعم. التنسيق بينهم راه مليح. اللي يقدرك نمتدوا في هذه الحيطة والحذر حتى لمسؤول المؤسسة. بناءنا اللي جيو هنا في سن حساسه نعم لولا نطبق كل الاجراءات اللي قلنا لكم ربما يروحوا الى مواقع ما لازمش يروحوا لها الى معلومات ما تهمهمش والناس دوك اللي يستعملوا هذه الشبكات بيخربوا كثر وبالتالي ناكد واخي ديما ناكد في الندوات نعم. حضوريه وعن بعد على الامر تاعنا ومجسده تعليماتكم سيد مجسده والمفتشيه العامه انا كلفتها باش تراقب معاك وتدير حتى لقاءات دوريه يشرف عليها الطاقم المكلف بالرقمنه مع جميع مستعملي المهم كان في القاعه في مؤسسه في اي مؤسسه قاعه كيما هكا اللي يدخل ما بقاش في المؤسسه وفي العالم نعم وكل ما يحمله تحمله الشبكه من مشاكل شكرا بارك الله فيك لا كليماتيزاسيون هنا لا عندنا في ستوك سيد الوزير عندنا في ستوك